امبارح كان بيشرفنا في نفس المقعد مهندس خالد الميقاتي، وكان بيتحدث انه الأجهزة المنزلية عندها فرصة كبيرة جدا في السوق الأفريقية بالتأكيد مثلا بالتأكيد وفي دول أخرى. بالتأكيد، لكن تظل المواد الخام مثلا مواد سواء الخضر والفاكهة وما إلى ذلك تتصدر برضو، السلع وإحنا مش عايزين، يعني إحنا مش عايزين منتج الأرض يبقى هو الأساس في صادراتنا، عايزين قيمة مضافة، عايزين يبقى فعلا في حق، لأن القيمة المضافة دي هي اللي بتجيب الفلوس، فلازم نضيف قيمة إلى ما يتم تصديره. حتى للأسف ما نقول أننا نصنعه في الداخل، كثير من الصناعات التي تتم في الداخل هي مسألة تركيب فك وتركيب، وما فيش قيمة مضافة حقيقية بتحصل في مصر، ودي مهمة جدا، وأعتقد وزير الصناعة اتخذ خطوات مهمة للتركيز على هذه النقطة. الاشتباك مع التفاصيل دائما مهم، ودائما لا أمل أبدا من أن أذكر مثال وزارة قطاع الأعمال اللي حضرتك حتى ذكرته قبل ما أنا كنا بنتكلم على بعض ال في تطور كبير، وفينا في تحول من الخساره للمكسب، هو هكذا تتكلم الارقام، فلسنا في حاجه الى ان نتحدث عن شو او بالعكس. هل معناه انه دي مقدمه لانه هذه الشركات هي التي ستطرح في الفتره المقبله، ولا لا يمكننا تاكيد ذلك؟ لا نستطيع ان نؤكد، لكن فكره ان انت سواء ستطرح او لا تطرح، لن تطرح شركه خاسره بالتاكيد. الارباح حتى وان بدت انها يعني قليله، لكن نحن نتحدث عن شركات كانت تحقق خسائر كبيره جدا. على الاقل في على تحول في الاتجاه، يعني ده شيء مهم جدا، يعني انها تتحول من الخساره الى المكسب دي طفره كبيره جدا، فده ده مؤشر الى ان هناك عمل كبير في الخلفيه، وده اللي يهمني. العمل في وده كان حتى موضوع احد مقالاتي الحديثه، العمل في الخلفيه هو اللي احنا عايزين نشتغله دلوقتي عشان نشوف التطور المرتقب. في الفتره الحاليه في مجهود كبير جدا من كل المؤسسات، لنتحدث عن وزاره الاستثمار، الوزيرة الدكتورة ساحر ناصر بتجلس بنفسها مع المستثمرين وجها لوجه لمحاولة تجاوز أي عقبات قد تواجههم، بتحاول تروج للقانون الجديد. هل تعتقد أنه هذه أسرع طريقة لحل مثل هذه المشكلات التي تحدثنا عنها مثل مشكلة إعمار مصر، أم أننا نحتاج لترسيخ آلية نظام مؤسسي؟ بالضبط كده، آلية ومؤسسية، لأن إحنا مهما قعدت الوزيرة هتقعد مع كام واحد، مع كام شركة، مع كام يعني صاحب محفظة كبيرة نقر بأنها كبيرة، وبعد الأعاد إيه اللي بيحصل؟ ما ده اللي بنقوله، احنا بعد ما الراجل ده بيقعد وبيجي يشتغل، هو ما بيشتغلش بنفسه ولا هي بتشتغل بنفسها، هو في الاخر بيروح يتعامل مع او الناس اللي شغاله معاه بتتعامل مع موظفين، والموظفين بيقابلوه بالعقبات. المشكله عشان بس ما نظلمش دائما الموظف المصري، العقبات ليست بالضروره تاتي من هذا الموظف لسبب في نفسه.